أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة عبر منصات سودانية 24. قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إن الجيش لن يخضع لأي ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة الدولة وإرادتها ولا يلبي طموحات الشعب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده، وواجبها الاستمرار في إعداد العدة للقتال. وقال البرهان خلال زيارة إلى منطقة أم درمان العسكرية: نحن دعاة سلام ولا نرغب في الحرب، ولكن لن نفاوض بشكل مهين ولن نذهب للمفاوضات إلا بعزة. وأشار إلى أن كل الشعب السوداني يقف مع الدولة والقوات المسلحة عدا فئة قليلة ضالة تساند الباطلة والميليشيا الإرهابية. طبعاً نحن كلنا متابعين، وانتوا والسودانيين حال اخواننا في الفاشر نحن بنحييهم، صمد وصمود اسطوري نحن بنحييهم، نحيي القوات المسلحه في الفاشر والقوات المشتركه اللي بتدافع عنا والمستنفرين من المواطنين اللي بيقاتلوا في شمال دارفور. ايضا نحيي اخواننا في بابنوزا وفي كل مكان، في سنار، في كل مكان في قوات مسلحه ومواطنين بيدافعوا عن الحق. نحن بنقول هؤلاء الناس بيدافعوا عن الحق. شفنا كثير من المحاولات لإجهاض هذا العمل ولتخزيل الناس ولفت عددهم، كل فترة بيحاولوا يقولوا المفاوضات ونرجع المفاوضات. نحن ما عندنا مانع، أي دول داري يفاوض نقول له والله إحنا دارين السلام ما دارين الحرب، لكن ما بنمشي مفاوضات يجرون لها من أضاننا، ما بنمشي مفاوضات والعدو ما زال محتل بيوتنا ومحتل مساكننا ونهب مالنا. ما بنمشي مفاوضات، العدو ده يطلع لو دارين يتفاوض معاه، ولو الناس حريصين على أمن السودان وعلى وحدته، الناس الوسطى نحن بنقول للناس الوسطى والبغش السودانيين يقول لهم احنا حريصين على أمنكم وعلى سلامتكم. انت إذا حريص على أمن وسلامة المواطنين كلم الزول اللي بيعتدي على الناس وينهبوا ويسرقوا ده ولا يتخارج يطلع من بيوت الناس، امشي شوف لك بلد زافير بتسعك ثانيه غير البلد دي، لكن البلد دي ثاني ما بتشين لنا احنا وهم. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحه العميد نبيل عبد الله ان الجيش استطاع تحرير حي الدوحه بأم درمان من التمرد، واستلم 3 عربات قتاليه ومدرعة صرصر، واوقع عددا كبيرا من القتلى في صفوف العدو في عمليات عسكريه. الى ذلك اعلنت قوات العمل الخاص تحرير 20 امرأة من معتقلات ميليشيا الدعم السريع في ام بد السبيل من النساء المستعبدات جنسيا، واستلام عتاد ومعدات قتاليه متطوره، وتم دحر التمرد في منطقة أم بد الراشدين وتكبيدها خسائر فادحة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة استطاعت استعادة مدينة الدندر بولاية سنار وتأمين كبري المنطقة من الاتجاهين وإجبار ميليشيا الدعم السريع على التراجع. طمأن قائد العمليات العسكرية بولاية النيل الأبيض اللواء الركن حيدر علي الطريفي الشعب السوداني بأن القوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة في كافة محاور القتال وجاهزة لتحقيق الانتصار على الميليشيا الإرهابية المتمردة وربط النيل الأبيض مع ولاية سنار. وتفقد الطريفي القوات المتقدمة بمنطقة جبل دود ووقف على جهوزية القوات المقاتلة على المتقدم للأمام وصولا إلى مدينة سنار. من جانبه أكد قائد المتحرك الغربي العميد الركن عبد الله أحمد عمر عبدون استعداد القوات المتقدمة لتطهير كافة مناطق ولاية سنار والجزيرة من دنس الميليشيا المتمردة، وطلب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات في الميديا التي تتخذها الميليشيا وسيلة رخيصة لترويع المواطنين وزعزعة أمنهم. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن ياسر العطا جهوزية القوات في أم درمان للتحرك نحو مناطق الصراعات الملتهبة في أقاليم السودان المختلفة. وقال لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية إن هذه القوة جاهزة تماما لنظافة العاصمة من أوباش التمرد، وأن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك. مضيفا: القوات المسلحة لن تفرح الانتصار ولن تهزمها هزيمة.
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن معاناة ما يصل إلى 832 ألف امرأة حامل في السودان من الجوع أو على حافة المجاعة، وقال في بيان إن من بين 755 ألف شخص يعانون بالفعل من المجاعة في كردفان ودارفور والجزيرة والخرطوم والنيل الأزرق، هناك 18 ألف امرأة حامل. وأشار إلى وجود ما يقدر بنحو 203 ألف امرأة حامل على حافة المجاعة ضمن 8.5 مليون سوداني، فيما تعاني أكثر من 611 ألف امرأة حامل من الجوع الشديد. وتوقع الصندوق ولادة 50 ألف امرأة في الأشهر الثلاثة المقبلة ومواجهة 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة سوء التغذية الحاد خلال هذا العام. أكدت قيادات بارزة في حزبي المؤتمر الوطني المحلول والمؤتمر الشعبي عدم تلقيهم دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه مصر والذي يجمع القوى المدنية السياسية السودانية الأسبوع المقبل، وتعتزم القاهرة استضافة مؤتمر يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية يومي 7 و8 من يوليو الحالي بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين لبحث حلول للأزمة السودانية. وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي قيادة علي الحاج كمال عمر أن الحزب لم يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر القاهرة، واتهم عمر بحزب سودان تريبيون أطرافا لم يسميها بفرض فيتو على عدم دعوة المؤتمر الشعبي، مؤكدا أن الحزب يؤيد ويساند أي اتجاه لوقف الحرب، معربا عن أمله في نجاح المؤتمر لأنه يدور حول الحرب. وصف ناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس المقاومة الشعبية ولاية كسلا محمد الأمين ترك علاقة السودان وأريتريا بالعلاقة المتفردة والقوية القائمة على الاحترام المتبادل وتبادل المنافع بين شعبي البلدين منذ عهود طويلة، وأكد أن السودان لن يؤتى من قبل دولة أريتريا عبر حدوده الشرقية المشتركة معها، وامتدح خلال مشاركته في مشروع ضرب النار لمستنفرين بكسلا الرئيس الأريتري أسياس أفورغي لموافقته الواضحة بل مواقفه الواضحة مع الحكومة السودانية، وقال تريك إن أريتريا دولة حرة ومستقلة وأن أمنها هو أمن السودان والعكس صحيح، مضيفا لن نسمح لأي استهداف أو تسلل لأريتريا عبر مناطقنا الحدودية التي بها قواتنا وارتكازاتنا والمستنفرين. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24، إلى اللقاء.